بالنظر إلى مسمى هذا الحجر، فنجد أنه يعود معنى كلمة لازورد إلى الفارسية القديمة، حيث يأتي من الكلمة الفارسية لازور، وهي تعني الحجر الأزرق. ومن المعروف أن أفضل أنواع حجر لازورد دائما هي ذات اللون الأزرق الداكن، ويأتي بعض من أفضل أنواع اللازورد من أفغانستان، ولكن تم العثور عليه أيضا في إيطاليا ومصر وشيلي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من استخراج العديد من رواسب اللازورد، إلا أنه من الصعب الحصول على الأنواع ذات الجودة العالية منه.